بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبادة اليوم عبادة الكلمة الطيبة صدقة. هذه عبادة خفيفة سهلة لا تكلفك شيئا. ذكرت لكم غير مرة قول الله عز وجل في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. ونلاحظ المعنى الرباني والملمح القرآني في الآية، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ما قال قل لصديقك، قل لحبيبك، قل للمسلم، قال قولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، وجمال الرجل طيب لفظه، وجمال الإنسان ما خرج من فمه من كلام رائع. حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكلمة الطيبة قد تكون سببا لدخول الإنسان الجنة، أسأل الله أن يكرمنا جميعا بالجنة. والكلمة غير الطيبة لا قدر الله قد تكون سببا في دخول الإنسان إلى النار. فلننتبه إلى ألسنتنا، إلى الكلمة الطيبة، تسعد بها أسرة كاملة كلمة طيبة. تقول للإنسان مثلا: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا لك، متعك الله بالصحة والعافية. وأنا هنا أريد أن أحرر مسألة، فرق كبير بين ما يسمى صاحب اللسان الجميل، بسموه بالشام ملسن، يعني لسانه حلو من أجل يعني أن يحقق مكاسب دنيوية، وهذا الأمر يعني ليس عيبا إذا كان يريد أن يحصل أمرا، فما هو المانع أن يحصله بدل أن يحصله بكلام غير طيب؟ الكلمة الطيبة ستخرج والكلمة غير الطيبة ستخرج، يعني ما المانع أن يرد بكلام جميل؟ لكن أنا لا أتحدث عن هذه، أنا أتحدث أن يكون الكلام الطيب ليس تكلفا. يعني ما المقصود بذكري للإنسان الملسن أو لسانه جميل الحلو؟ هذا من أجل التجارة، يدرس يعني يدرس فن التعامل والردود وكذا، هذا لا أتحدث، هذا فيه تكلف. أنا أتكلم أن تكون الكلمة الطيبة عند المؤمن، هذه عبادة سهلة، أن تكون سجية طبيعة دون أن يكون فيها تكلف. طبيعته الله عز وجل أعطاه لسان جميل لطيف متكلم، فيه هيك جبر خاطر للناس، فيه أنس. فإن تكلمت بكلمة طيبة، الله، هذه الكلمة الطيبة ماء زلال يطفئ نيران وأوار للبغضاء للشحناء. كلمة طيبة، يعني كم من أناس يعانون من جفاف عاطفي بسبب قلة الكلام الطيب، كم من أناس يرحلون بمشاعرهم خارج البيت بسبب ماذا؟ بسبب الفقر؟ لا، عندهم ملايين، بسبب فقر الكلام الطيب. الكلام الطيب سبحان الله يكون نور، يكون نورا، يكون شفاء. ما أمسنا يعني، أو ما أمس يعني، ما أم يعني نحن بأمس الحاجة، ما أحوجنا إلى هذه الكلمة الطيبة. ممكن أن تعرض أمرك بكلمة طيبة، وأن تقدم بين يدي طلبك كلمة طيبة تكرم. لكن إنسان يهاجم الناس دائما، لسانه بذيء، لسانه سليط. بشار ابن برد، ذكرت لكم غير مرة، كان يقول: إن لي لسانا يفلق الصخر، يفتخر أن لسانه ذرب وبذيء. لا، مؤمن لسانه طيب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا، وقال: ليس المؤمن فاحشا ولا متفحشا ولا بالبذيء، كلام طيب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. المؤمن الله عز وجل لما أراد أن يعنون له، عنون له أنه كلام طيب، كلام جميل. الكلمة الطيبة صدقة، هذه عبادة. فلنحرص
إن شاء الله تعالى. ونحن في رمضان، أنا كل سنة أذكر لكم هذه الملاحظة، أنا بعض الناس يبرر الكلام البذيء بالصيام، قل أنا صائم، فما دام صائما يعني هو معذور في، لا، لأنك صائم ينبغي أن تكون متألقا متفردا بالكلام الطيب حتى تجد حلاوة لصيامك. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الصيام ليس تجويعا وليس تعطيشا، الصيام مدرسة عظيمة حتى تهذب جوارحك كلها، خاصة لسانك الذي ينبغي أن تخرج من فمه منه كلمات طيبة. إذن عبادة اليوم الكلمة الطيبة صدقة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.